لو الدنيا مسرح وحياتك مسرحية، تبقى الرواية اسمها إيه؟ حدوتة. حدوتة؟ حدوتة مالها؟ حدوتة إيه؟ حدوتة يعني بصي، أنا حياتي كلها عبارة عن ضحك وهزار، محبش الاكتئاب أبداً، محبش الضغوطات. يعني أنا حياتي كلها حتى لما بيبقى في حاجة زي دي، في ضغوطات ولا حاجة، أنا بعرف أطلع نفسي براها خالص. حدوتة كوميدية؟ ممكن. أنت قلت إنك بتحب تلعب تحت ضغط. أكيد. في يعني في ماتشات أنا بحب ألعب فيها تحت ضغط، بس أنا من نوع إن أنا يعني طول ما أنا بلعب تحت ضغط بعرف ألعب، بعرف يعني ببقى متمسك في نفسي أكتر في الملعب، عارف أنا بعمل إيه، قراراتي بعملها إزاي قبل الماتش وفي الماتش. أكيد. مين ضغطه أقوى، الجمهور ولا المدرب؟ جمهور المنافس ولا جمهور اللي معانا، يعني جمهور النادي الأهلي؟ أي جمهور؟ لا اكيد. ضغط الجماهير اقوى، تاثيره عليك اقوى، ولا ضغط المدرب بتاعك تاثيره عليك؟ لا خالص، مسافه ما بنزل الملعب خلاص انا ما بركز في شغلي، بركز في تمريني، في ماتشاتي، ماليش دعوه باي حاجه تانية، سواء ضغوطات او اي حاجه، كل ده بعرف يعني بعرف اطلع بره المواضيع دي. ما بتخافش من الجمهور؟ لا خالص، ما بخافش من الجمهور. اخاف من الجمهور ليه؟ جمهور الكوره عاده بيطلع اللاعب سابع سما وفي ثانيه بينزله سابع ارض. أكيد. وبالذات هنا في مصر يعني الموضوع ده واخد أكبر من حجمه. ما بيقلقكش؟ لا خالص، أنا واثق في نفسي، واثق في إمكانياتي، وعارف إن أنا يعني أنا بعرف بطلع نفسي بره المواضيع دي. بنزل الملعب ببقى مركز بس في شغلي، مركز إن أنا أبقى مع زمايلي في الملعب، أكسب فرقتي، زي ما هما بيساعدوني أنا بقدر أساعدهم، لكن أي ضغوطات تانية